فضيلة الشيخ، يقول السائل: عفى الله عنك وعن المسلمين أجمعين، أنا أحد الذين يحضرون لديكم ولله الحمد، ولكن هناك ذنب اقترفته، وكلما تبت منه وعاهدت الله رجعت إليه، فقل لي في نفسي قولا بليغا لعل الله ينفعني وإخواني الحاضرين بما تقول، وادعوا لي دعوة لعل الله ينفعني بها، وجزاكم الله خيرا. لا تيأس من رحمة الله ولا تقنط، وكل ما أذنبت استغفر وتوب إلى الله عز وجل. كل ما أذنبت أو عدت إلى الذنب الذي تبت منه فلا تترك التوبة، تب إلى الله، وعليك بالعزيمة الصادقة، وعليك أيضا بالبعد عن جلساء السوء، والبعد عن النظر في القنوات الفاسدة التي أفسدت كثيرا من المسلمين. ابتعد عن أسباب الوقوع في المعصية، ابتعد عنها، فهذا مما يعينك على التوبة. ولا تقنط من رحمة الله مهما كثرت ذنوبك ومهما تكرر منك الذنب، لا تقنط من رحمة الله، تب إلى الله عز وجل. نعم، نسأل الله أن يمن علينا وعليك بالتوبة الصادقة، وأن يتقبل منا ومنك، وأن يعيننا وإياك على أنفسنا، ويعيذنا من الشيطان الرجيم ومن النفس الأمارة بالسوء. نعم، أحسن الله إليك.